السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ عساكم بخير. في تطبيق اسمه ترتيل، حقيقة يناسب أي واحد يبغى يراجع، وإن شاء الله أنه طيب، وأنا ودي أعرض لكم التطبيق هذا على أحد يستفيد منه. ترتيل، شوفوه بالأسفل، نروح نضغط عليهم، نروح نختار الصورة اللي احنا نبغى نراجعها، أي صورة نبغى نراجعها. طيب، فرضا نكون على البقرة. طيب، عندنا عين موجودة، علامة عين موجودة أسفل، إذا ضغطنا عليها أخفينا النص، وإذا ضغطنا عليها تظهر لنا النص. طيب، نضغط عليه عشان نخفي النص ونبدأ نقرأ. نضغط على المايك اللي موجود بالأخضر، نضغط عليه، نبدأ نقرأ ونشوف قدامنا نعرض قدامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. احنا الآن نبغى نسرع ونشوف. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الآن احنا نبغى نخطي عشان نجرب. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب مهين، ولهم عذاب عظيم. صحيح أظهره. يعطيكم العافية.